شفتوا الدروع محمد؟ شفنا اي اكيد. دروع بصراحه جميله من ابطال الكويتيين، نفخر فيهم. بعد شوي راح يكون لنا لقاء معاهم. مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشه تلفزيون الكويت في حلقه جديده وخبقه جديده من برنامجكم خبقه رمضانيه. اليوم ضيوفنا راح يكونون جدا وليمه دسمه لكل متابع يتابعنا عبر شاشه تلفزيون الكويت من 11 ليل 12 يوميا في مول 360. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ولقاء يتجدد بكم عبر شاشه تلفزيون دوله الكويت، وايضا لقاء جميل يجمعنا بشخصيه كويتيه نقدر نقول رجل الرياضه ولا محب للرياضه ولا الكويتي اللي صاحب المعدن الجميل والطيب اللي عرفنا عنه كل خير، الاستاذ فواز مبارك الحساوي ابو عبد العزيز. تقبل لقائك ومبارك عليك الشهر. مبارك عليكم باقي الشهر. حقيقه انا سعيد جدا اني اكون معاكم في هذا البرنامج اليوم، برنامج غبقه رمضانيه. ان شاء الله نكون نقدر نغطي كثر ما نقدر من الاسئله ان شاء الله. يعطيك العافيه وتقبل طاعتك وينعاد عليك بالصحه والعافيه وقرقعان وقرقعان. منه ومنك. يعني احنا ما شاء الله خلص نص رمضان، يعني باقي باكر 15 رمضان، وايام رمضان مثل ما يقولون يي خفيف يي وما نحس فيه امانه، ما بين الغبقات وما بين يعني التوجيب والعلاقات الاجتماعيه والتواصل والعباده والاشياء هذه، تحس ان شهر رمضان كنا ايام. ابي اول شيء اعرف شنو طبيعه السكاجول مالك في رمضان. طبعا بدايه انا حقيقه ودي اعزي اسر الشهداء الحقيقه، واعزي نفسنا يعني الحقيقه احنا ككويتيين في ظل الاوضاع اللي صارت يعني الحقيقه. وصراحه يعني يعجز الانسان يعني الواحد يتكلم عنهم وعن اسرهم الحقيقه. ان شاء الله الكويت دائما في السراء وفي الضراء دائما تلاقينا نجتمع ودائما تقوى علاقتنا اكثر واكثر ببعض. يعني احنا انا ما احب اتكلم عن طائفيه ولا عن شخص وكذا، ولكن احنا نعلم ان اهل الكويت يحبون الكويت ويخافون على هالبلد الطيب الامن الحقيقه. وان شاء الله ان هذه نقول ازمه وتعدي، وانهم ان شاء الله هم شهداء عند رب العالمين. ان شاء الله نحتسبهم يا رب، وان شاء الله انها تكون ازمه وتعدي ان شاء الله. اللهم امين. انا قلتها انا حق محمد دائما اقولها، الكويت وحده ولا تقبل التقسيم. نعم اكيد بلا شك ان شاء الله، عسى الله يحفظ ديرتنا. اللهم امين. ابو عبد العزيز يعني شخصيه رياضيه وقدمت للرياضه الشيء الكثير. ما جاوبت على الاخت بالنسبه. تفضل. طبعا بالنسبه لي يعني برمضان بالعكس، يعني انا دائما اقضي مع اسرتي اكثر شيء، ومع والدتي الله يطول بعمرها. يعني انا شبه يومي اكون اتفطر عندها واقعد عندها. طبعا في بدايه ايام رمضان يعني احنا نحرص على التوجيب ونحاول نغطي ونبارك بالشهر حق اكثر عدد ممكن. يعني طبعا احنا صار استقبال عندنا في ديواننا الحمد لله، يعني اهل الكويت يعني دائما نلتقي في رمضان ونشوف بعض، يعني سواء في الزيارات او انهم يكونوا يزوروننا في ديواننا. فمثل ما تفضلت اختي يعني رمضان يعني ما شاء الله ما حسينا فيه، يعني الان احنا يمكن 13 و14 رمضان طاف علينا كنا امس. يعني ما اكيد قبل كنا نقول اهل رمضان، الحين نقول مهلا رمضان. نعم اي والله. ابو عبد العزيز شخصيه رياضيه، يعني وقت رمضان خصوصا مخصص وقت لاستقبال اهل الكويت في مكانك وايضا ديوانكم الكريم، وايضا تقدر تحر يعني قادر انت خلال زحمه اشغالك ومسؤولياتك انك تتواصل مع الناس تزورهم في رمضان، تلعب رياضه صراحه. والله شويه رياضه شويه كسلان برمضان. قبل رمضان اي والله كنت العب، بس برمضان لا والله كل ما اقول بمارس سبحان الله ما يصير وقت. ولكن يعني انا احرص على زيارات الدواوين في رمضان. طبعا مثل ما قلت لك بالبدايه احنا حزه الفطور عند والدتي، بعد صلاه العشاء نتجه الى يعني التبريكات وزياره الدواوين. بس ما شاء الله ابو عبد العزيز نتكلم نتطرق حق الرياضه، انت اساسا رياضي. نعم يعني وعندك ما شاء الله نادي اسمه نوتنغهام فورست. نعم نوتنغهام فورست. نعم امانه من النوادي لازم تقولين 10 مرات نوتنغهام فورست. نوتنغهام فورست. نعم من النوادي اللي ما شاء الله يعني قاعد تحرص على انها تكون سباقه. في بالامارات نادي تقريبا هو ماخذ ماخذ المراكز الاولى. صحيح. وانت تسعى انك تكون توصل نفس هذا المستوى واحسن ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله.
شنو الصعيد اللي قاعد تحققه في المجال الرياضي العالمي؟ يعني طبعا يعني ما في شك بالنسبة للرياضة العالمية، يعني أنا يوم من الأيام كنت أحلم أني أكون عضو جمعية عمومية في نادي القادسية، مو أكون عضو مجلس إدارة. يعني أنا بديت حياتي الرياضية بسيطة، كنت لاعب في مراحل السنية في نادي القادسية، ما لعبت للفريق الأول، لعبت بالمراحل السنية، وبعدين ما قدرت أوفق بين الدراسة والرياضة، وإحنا نحب الرياضة، أنا من أسرة رياضية وقدساوية الحقيقة. لما تركت بعد الثانوية اتجهت دراسة لبريطانيا وكملت دراستي الجامعية هناك، كنت أحلم يوم من الأيام أني أنا أكون عضو مجلس إدارة في نادي القادسية، والحمد لله والشكر تحقق هذا الشيء. الحمد لله. وتحقق أيضا أني أنا كنت يوم من الأيام أني أحلم أني أكون نائب رئيس، والحمد لله وصرت نائب رئيس، وبعدين صرت رئيس لهذا النادي اللي أنا تشرفت في العمل فيه الحقيقة. من بعدها يعني الإنسان طبعا طموحي كان واسع أني يوم من الأيام أكون أملك نادي، والحمد لله والشكر حققت هذا الشيء، ومو أي نادي والله الحمد، يعني نادي نوتنغهام فورست نادي عريق حصل على بطولة كأس أوروبا مرتين في عام 79 في عام 80، من الأندية العريقة من الأندية القوية، حقق بطولة البريمير ليج، حقق بطولة السوبر، حقق بطولات عديدة في بريطانيا. كنا نحرص أن نملك نادي، ولكن أنا لو تسأليني تقولي لي فواز أنت هل أنت كنت تشجع نادي نوتنغهام فورست قبل تملكه؟ أقولك لا، أنا أشجع ليفربول قبل لا أملك نادي نوتنغهام فورست، وما كنت ذاك التعصب، يمكن أخوي مبارك كان يحب نادي مانشستر ومتعصب لنادي مانشستر، ولكن أنا كنت أحب ليفربول لأن بالأول بأول فترة الثمانينات كانوا التلفزيون الكويتي ينقلون يوم واحد في الأسبوع اللي هو يوم الجمعة، كانوا يخصصون يعني مباراة الدوري الإنجليزي ويغطون يسوون في يعني، فكان في ذاك الوقت المسيطر خلينا نقول اللي متزعم كان نادي ليفربول، وكان نوتنغهام فورست هم كان منافس في ذاك الوقت، فصار له شعبية أكبر، فكنا أنا كنت أشجع ليفربول في ذاك الوقت. بس لما قالوا لي نادي نوتنغهام فورست معروض للبيع حرصت أني أنا أكون أشتري هالنادي، لأن كانت أيضا أندية أخرى معروضة للبيع في ذاك الوقت، بس حرصت أني أنا أملك هذا النادي لأنه يملك سمعة طيبة ولأنه يملك عراقة، طبعا هو يعتبر ثاني أقدم نادي بالعالم. آه ما شاء الله. يعني تأسس سنة 1865. حلو. السنة هذه عفوا إحنا نحتفل في مرور 150 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وإن شاء الله مزيد من الإنجازات إن شاء الله. يعني فواز الحساوي أينما حل حقيقة نكون إحنا نشعر بمفخرة كويتية. قدمت نموذج جميل في بريطانيا من خلال نادي نوتنغهام فورست، وأيضا قدمت الكثير والكثير من العطاءات في نادي القادسية. وخرت شوي عن الرياضة الكويتية. الحين إن شاء الله في أخبار أنك بترجع مرة ثانية، ماذا سوف تقدم لنادي القادسية والجمهور القدساوي؟ والله بالعكس يعني الحمد لله والشكر، لما عملت في نادي القادسية يمكن مع أخواني أعضاء مجلس الإدارة ومع اللاعبين ومع المدربين اللي كانوا يمكن لعلك وفقت معهم، لما إذا الله كتب ورجعت لهذا النادي اللي تشرفت في العمل فيه، يمكن والله العالم أني أحاول أني أحاول أخلي نادي القادسية يعني يرجع مرة ثانية، ولو أن نادي القادسية ما تراجع موجود ما زال في منصات التتويج، لكن نحاول نسعى ونحاول أن يعني ندفع كثر ما نقدر نخلي نادي القادسية يتم دائما في المقدمة، عسى ما تكون عرباوية ولا شيء. لا لا لا، أنا ودي أكثر من الرياضة بصراحة، أتكلم عن موضوع اللي هم مرتبط شوي بالرياضة. أنا أشوفك يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أنك أنت عندك هوايات مخصصة فيك، يعني أمانة قاعد أشوفك أنك تحب الصيد والبري والبحري. نعم. يعني نوعين، فقناص وحداق. الحمد لله. بس أكيد تميل حق واحد أكثر من الثاني. والله شو أقول لك، يعني هو أنا أحب مثل ما تفضلتي الصيد البر والبحر، وهذا رحمة الله عليه والدي هو اللي علقنا في هذه الهوايات. لو تبي تسأليني تبي لي فواز أيه أفضل لك، البحر ولا البر؟ أنا أقول لك الاثنين الحقيقة، لأن أنا ما أقدر يعني هذا لا بري وبحري، هذا لا يعني وناسته وهذا لا أيضا كذلك وناسته. يعني أنا أحب أعشق طبعا صيد البر، أنا ماني من أهل الطيور، يعني أنا ما يعني أنا صيد البر معظمه هو مراعي طير. صح القول، مراعي طير. يعني أنا مو راعي طيور، يعني لكن أنا راعي يعني صيد رماية. فهذه الهواية والدي كان يحب الطيور،
بس ما تعلقت فيها كثر ما تعلقت في الرماية. أحب الرماية. إحنا بالأول لما كنت أدرس أنا في فترة ما كنت في المتوسطة كان والدي يعطونا المدرسة إجازة بشهر 4، وكان شهر 4 عبور الحمام عندنا بالكويت. صحيح. كان بالكويت بالأول في فترة بداية الثمانينات كان لا صار عبور شهر 4 الحمام ما شاء الله يعني الصيد كم، يعني اللي صيد 100 و150 هذا ما صاد شيء. فكنا نصيد يعني 300-400 حمامة باليوم في ذاك الوقت. فالحين قل الصيد عن أول لأن ما شاء الله الرماية زادوا وقاموا يروحون يتلقونه من أول ما يطلع من السعودية وهو يعبر على الكويت يرمونه. صحيح. فقل الرمي بالكويت بالأول. حتى أنا أيام بداية الثمانينات هم أبهاتنا كانوا يقولون لنا بالأول كان في قطة وحبارة وكان في يرمون، يعني كل احنا انا لحقت على شويه قطه ولحقت على الحمام اكثر شيء. ما شاء الله. بالكويت يعني الحين ما تقنص هني، تروح برا الحين معظم القنص البر، انا اقنص خارج الكويت برا الكويت. والحداق هني للحين؟ ايه الحداق هني، احب الحداق واحب الغوص. ايه احب الغوص، احب الحداق. حلو. بعد ابو عبد العزيز مصرمي، انا لاحظت من خلال متابعتي لك في اكاونتك في انستغرام محب للساعات. ايه نعم. مغرم بالساعات، شو سر الحب؟ والله يعني احب الساعات من يوم ما كنت صغير، يعني في كل واحد يعشق الهوايات، انا احب هوايات يعني الساعات لما تشتري ساعه ودك تشتري الثانيه والثالثه والرابعه، كذي طريقه الانسان، عرفت؟ حلو. فانا كنت اجمع من يوم ما كنت صغير، فاحب الساعات خصوصا الساعات القديمه. حلو. ما احب الساعات اللي هي الحديد. كونك رئيس نادي انجليزي عريق نفس نوتنغهام فورست، متى نشوف اللاعب الكويتي او الخليجي يشارك في الدوري الانجليزي؟ والله شوف هذا الشيء انا اتمناه الحقيقه لما يكون يعني لاعب. سعيت له؟ تتمناه؟ جميل. اول ما شريت الناجي سعيت له، لكن شو اللي حاصل طال عمرك؟ اللي حاصل الاتي، ان احنا بالنسبه لنا ما نقدر يعني نجيب لاعب بالكويت الا لما يكون لاعب في المنتخب مو اقل من 25 مباراه دوليه، لازم يكون تصنيف البلد اقل من 70. احنا تصنيفنا للاسف فوق ال 120 ولا 130 الكويت. فالدوري الانجليزي له ضوابط انه علشان يطلع لاذن العمل لازم يكون يعني اللاعب موهوب ويكون لاعب بالمنتخب ويكون الدوري الانجليزي متابعه او طالع لسكاوت يشوفه. فهذه الامور لازم كلها تتطابق على اللاعب الكويتي. يعني صعب، يعني انا لما جبت بدر مطوع، جبت حسين فاضل، جبت خالد الرشيدي، المدرب وايد حب اللاعبين، نيت كلاعبين كخلوقين كمستوى مميزين وكمستوى. حلو. ولكن للأسف ما طلع لهم إذن العمل لأن شروط الآلية الدوري الإنجليزي. إحنا نطلع من الرياضة ومحمد منصور يتكلم عن النادي. يحب الرياضة. يحب الرياضة، ظاهر الرياضة. فواز حساوي لازم نستغله. أنا لا بتحكي عن موضوع بعد وايد حلو. عندك عشق للسيارات الكلاسيك. صحيح. زين، وكان في عندك معرض سويته في فترة من الفترات هني بالكويت. نعم. وفي معرض سويته بلندن. هو مو معرض الله يسلمك، هو انا يعني عندي مثل شوروم صغيره يعني. نعم. يعني انا احب مثل ما تفضلتي السيارات القديمه، طبعا انا احب السيارات القديمه الامريكي واحب الايطالي كذلك، يعني السبورت انا اتكلم. حلو. واحب اجمعهم من يوم ما كنت صغير، لاني انا لما كنت صغير قبل كنا لما نطلع بالهده يعني يون ياخذونا، اشوف ربعي اخوانهم يون قاعد نشوف السيارات قاعد نشوف السيارات مع بعض. اي نعم. شوف ربعي اخواني اخوانهم يجون يستقبلونهم، اللي عنده كورفت واللي عنده موستنج واللي عنده ترانزام واللي عنده فراري قديمه واللي عنده لامبورغيني. فاذكر هالسيارات اقول انا بيني وبين نفسي لما اكبر بشتري هالسياره. فالناس طبعا كل سنه تنزل سياره جديده، انا لما الحين ببالي هاي السياره الفراري القديمه اللي شفتها يوم كنت صغير، وشفت اللامبورغيني القديمه اللي شفت، والحمد لله والشكر يعني شريتهم بأسعار كانت رخيصة، والحين أسعارهم صارت جدا غالية لأن صاروا يعني كولكتبل بيس يعني إيه أو أنتيك يعني. ليش خاشهم أبو عبد العزيز؟ ما طلعهم للناس تشوفهم كذي؟ وأنا مو بس كذي، أنا وسواسي أيضا عليهم، يعني ما أحب يكونوا مجروحين، ما أحب كذا، أحب كل شيء يكون مضبوط فيهم. نفس الشيء الساعات، نفس الشيء المسابيح، نفس الشيء الهوايات الثانية. زين، ودنا يعني نطلبك طلب أخوي انه يكون في يوم على الاقل العالم تشوف، يعني لان السيارات هذه نادره نوعا ما تكون قديمه، يوم
أنا والله أطالب بالأشياء اللي أنت مجمعها، سواء كانت ساعات، سواء كانت سيارات، سواء كانت عندك هذه قطع المسابيح. ليش رافض الفكرة؟ يعني يكون في معرض إن مثلك وشرواك الناس تي تشوف. بالعكس أكو معارض. أنت كذي قاعد تشجع الشباب إنه يحتفظون بالشيء القديم، بحيث إنه ما ما يستهلكونه بشكل يومي. يعني الواحد الحين قام شيء يستعمله يومين، ويمكن من كثر زحمة الأشياء اللي يشتريها ينسى إنه هو شاري يمكن شيء يشتري مرتين. صح صحيح. فهذه القطع لما الواحد يحتفظ فيها يدري ان الشيء اللي راح صعب انه يرجع. فتقديرا لمثلك وشرواك الناس تكون قدوة، يكون قدوة لكثير من الشباب انك تسوي هذه الاشياء وتعرفها. انا والله ما انصحهم على السيارات، سيارات مكلفة صراحة. مكلفة. المينتنس مالهم وايد عالي. تخصص يعني يوم بعد العزيز العالم تشوفه ولا لا خاشهم؟ والله تبي الصج انا بين وقت ووقت اروح. بلشت احب اشوفهم وبالصيف ما احب اشوفهم، لان بالصيف السيارات هذه هي مو مثل السيارات الحديثه اللي في مكيف وكذا. السيارات هذه معظمها قديمه يعني، وحق جو الكويت شويه صعبه. وانا معظم السيارات اللي المهمه وديتها بريطانيا الحقيقه. حلو. والسيارات الامريكي خليتها بالكويت، لان الامريكي المينتننس عليها سهل. لكن بالنسبه حق الايطالي والفراريات واللامبورغيني صعب شويه انك انت يعني تصلحهم. ولا اغلى سياره شريتها من السيارات الكلاسيك؟ انا ابي اكيد واحده منهم قريبه حقه. قول لنا بعد ايش واحده تحبها يعني. في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول واما بنعمه ربك فحدث. لا انا احب الفراري 250 شورت ويل بيس، احب هذه السياره. ما راح تقول سعرها كم؟ ما ادري، مش على الكمبيوتر تعرف. انا الوالد عنده شفر قديمه، وايد قديمه. الوالده تهن عليه بيعها، فيا ريت نشوف لها حل يعني. شفر شفرين. ترى حتى الشفر القديم ايام اول هم حلو وشكل حلو. صحيح. يعني كل شيء انا صراحه احب كل شيء قديم، حتى البيوت القديمه. حلو. حتى الاشياء يعني احب اي شيء قديم. والقديم القدساوي القديم جاسم يعقوب هذا لو مو ما حبيت كره قدم هو. إيه؟ هو حتى السعر النيدية حقها القديمة. يعني يقولون جاسم يعقوب المرعب الله يعطيه الصحة والعافية هو كان سبب لمحبتك لنادي القادسية. وهو محبتي مو لنادي القادسية، هو محبتي للرياضة بشكل عام. يعني لو مو جاسم يعقوب أنا ما حبيت كرة قدم قبل أحب نادي القادسية. يعني أنا جاسم يعقوب، لو مو جاسم يعقوب ما شجعت القادسية أصلا. ولا حبيت رياضة كرة القدم. وترى كلنا إحنا ككويتيين أو كعشاق كرة القدم، لما انا اشوف لاعب اول شيء يعجبني اللاعب بعدين اشجع النادي. انا كنت اقول بيني وبين نفسي اقول يا ربي يعني اذا جاسم يعقوب اعتزل شلون راح اشجع القادسية. والله العظيم من كثر ما انا اعشق هذا اللاعب واعشق ايضا جاسم يعقوب كشخص. يعني جاسم يعقوب تربطني علاقه قويه فيه وسرته الحقيقه. وجاسم يعني كان موهبه ما تتكرر بالكويت. حلو. يعني في ايش معنى المرعب وحمود جاسم يعقوب؟ في الملك فيصل الدخيل انا ما في شك. فيصل هم لاعب مميز الحقيقه ومن افضل اللاعبين اللي مروا على الكره الكويتيه، ولكن كل انسان يتاثر في شخصيه ويتاثر بلاعب. انا جاسم تاثرت فيه اشياء وايد. عبد العزيز بينك وبينهم متواصل؟ اي اكيد تواصل دائما يعني. نشوف بعض ما زلنا لمن ما انزل انا بس تربطني علاقه كذلك مع فتحي كميل، يعني علاقة أخو بأخو. يعني فتحي حتى بسفري يكون معاي، قعدتي أهله وعياله فيصل وعبد العزيز وبنته مريم كلهم وفيصل، هذول أهلي وإخواني الحقيقة. يعني أنا دائما تربطني علاقة وياهم بالسفر مع بعض بريا مع بعض. الحمد لله. أنا بتكلم عن موضوع وايد مهم. نعم. إن أنت ما شاء الله عندك عبد العزيز وعندك بنت وعندك سارة وعندك مبارك. ما حد فيهم طلع رياضي او ماخذ منك بعض المواهب هذه؟ والله يعني بالاول شوفي الله يسلمك، احنا ما كان عندنا شيء الا كره قدم. صح. الحين وايد هوايات الكمبيوتر والالعاب الثانيه والهوايات. انا ولدي عبد العزيز يحب الحداق مثلي، ويحب الرمي، ويحب الغوص، بس ما يحب كره القدم. ساره بنتي طلعت نفسي بالضبط. يعني حتى اشوفها لما تسولف ولما تلعب نفسي طريقتها، وحتى لما تقعد. انا ما احب انقلب صراحه، حتى لما العب جنجفه ويا ربعي
احب كلها افوز. فهي بنتي كذي تتناجر وكذي، فساعات لما اشوفها قاعد اضحك، عيالي عادي عندهم الوضع يعني ما فاز فاز يعني ما البنت ماخذة اكثر وايد اكثر شيء يعني رياضية. بنتي سارة تحب الرياضة وتلعب كرة قدم وايد زين، حاليا هي بالمدرسة تلعب حق المدرسة كرة قدم مع فريق المدرسة ومختارينها احسن احسن. تشجعها على هذه الرياضة؟ والله انا اشجعه وما تقول لها لا، فايش اسوي؟ الله يحفظها ويحفظ اسرتك ان شاء الله. العم مبارك الحساوي رحمه الله عليه، والدك احد رجالات الكويت اللي ما فيها شك قدم الكثير والكثير لهذه الارض، وحقيقه هو بمثابه مفخره ومدرسه نفتخر فيها كويتيه. ايش اللي تعلمت منه عبد العزيز؟ والله يعني والدي رحمه الله عليه يعني ترك بحياتي بصمه كبيره، يعني انا بالنسبه لي وايد كنت متعلق به يوم كنت بطفولتي، كان وين ما يروح كنت اروح وياه، يعني حتى والدي يروح الشغل الصبح، طبعا انا اروح مدرسه، يروح عاد يرجع من الشغل ويقعد ويانا، يعني يترك الفتره الظهر يعني حق العائله، بعدين هو يريح شوي ويطلع العصر، وهو بيركب السياره انا قاعد وراه على طول، يا ولدي انزل، اقول له يبا بروح وياك. فكنت استانس ارافق ابوي، يعني ابوي كان رحمه الله عليه كان صديق لي، كان ابوي، كان اخوي، كان كل شيء، يعني كنت وياه لان انا ورحمة الله عليه كان يعاملني بطريقة يعني كني رفيجه. وابوي في ميزة يعني دائما يتكلم مع الطفل الصغير كنه انه كبير، ويتكلم مع الكبير نفس عمره، ويقعد يعني يعرف انا ما لما اشوف الولد الصغير قاعد ادلعه والعب معه، ابوي لا ما يدلعهم، يكلمه كنه هو ريال ما شاء الله. فهو علمنا احنا ما شاء الله عليه، يعني هو يعني مرت عليه طبعا اشياء يعني خبرته بالحياة كثيرة، وعلمني اشياء كثيره يعني نيت الصيد ونيت جميع انواع الصيد، نيت مثلا التجاره، نيت فن التعامل مع الناس، يعني اثر بحياتي وايد رحمه الله عليه. انا بتكلم عن موضوع بعد وايد مهم، ان التواصل هذا الاجتماعي اللي زرع فيك الوالد اكيد ظل معك، يعني صار عاده، فأكيد دائماً حريص على زيارة الدواوين الكويتية. نعم. يعني شلون قادر توزع ما بين اهتماماتك؟ وهم مقصر الله يسلمك. مقصر ها؟ وهم مقصر يعني في ناس تشرح يعني والدي رحمة الله عليه ما يخلي عزة ما يروح، ما يخلي فرح ما يروح، ما يخلي ديوان ما يروح. كان ياصل رحمة رحمة الله عليه. الله يعني ما يخلي يعني أنا يعني يقول لي أنا يبا ترى توفيقي بالحياة لأني أنا قمت بوالديني، وأنا يعني أشوف طريقته شلون كان يتواصل مع والدته ومع أهله ومع أخوانه ومع أسرته، فيعني ما يخلي أحد بالأهل، دائما يحرص على الجمعة ويحرص على إن إحنا نكون مع بعض، وإذا رحمة الله عليه يعني تهاوشنا بالبيت ولا شيء تلاقي يجمعنا ويحاول يصلح ما بيننا، فكان يعني مميز جدا حقيقة. وكل هواية تتكلم فيها هو لباع فيها ما شاء الله، يعني نية رياضة ما شاء الله عنده خبرة. أبوي رحمة الله عليه من مؤسسين نادي الكويت ومؤسسين نادي القادسية، وكان داعم كبير للرياضة الكويتية بشكل عام، ودائما داعم أيضا لمنتخب الكويت سواء بجميع اللعبات، فيحرص على حتى الفن والتمثيل والإعلام، فكان شامل. عسى الله يرحمه ان شاء الله. هذا الشغل من داخل اسدك. لا انا ماني مثلي، يا ريت انا اكون مثلك. احنا نقول عسى الله يحفظك ويحفظ اسرتك الكريمه ويحفظ عيالك. اسمح لنا اخذناك من الدواوين وايضا التواصل اللي مع ربعك وناسك، اخذناك بهالبرنامج حلوه لان مشاهدينا في تلفزيون الكويت حقيقه يستاهلون هذه الاطلاله الجميله. الله يسلمك. وانا حقيقه سعيد اكون معاكم اليوم، الحقيقه برنامجكم برنامج مميز، ان شاء الله نكون قد وفقنا في هذا البرنامج. احنا ان شاء الله كانت اسئلتنا خفيفه عليك. والله دائما وابدا كلها. احنا عندنا فقره نطلع فيها ديوانيه يوميا. نعم. ننقلها والديوانيه بالديوانيه الحزمي. نعم عندنا الحزمي. وايضا عندنا الحين حصه مسابقات. مسابقه. تدري اليوم سؤالنا عن شنو؟ عن الجهره. الجهره الجهره. الجهره، انت ومن مساعيكم على الجهره؟ ويبيك في الجهرة. خلاص ان شاء الله تشرف. يزورنا يوم الجمعة ان شاء الله. يوم الجمعة بتروح يوم الجهرة. حياك الله باسم كل الجهرة ونقول لك حياك الله. مشاهدينا هذا كان ضيفنا فواز مبارك الحساوي، الشاب الكويتي اللي قدم الكثير والكثير، صاحب المعدن الوطني الحقيقي. احنا نقول نتواصل معاكم مع مسابقة اهل الجهرة، راجع لكم مرة ثانية في غبقة رمضان.